نجوم الأهلي المحترفين في الخارج، حمدي فتحي بدأ مشواره مع الوكرة القطري. النهاردة الخليج السعودي لعب ضد أهلي جدة وخسر، لكن شريف طبعا لسه ما تمرنش معاهم ولا تمرينة، فما كانش موجود في قائمة المباراة، لكن حمدي فتحي كان موجود مع الوكرة. ونشوف المعلق القطري قال ايه على حمدي والأهلي. وسط ملعب المباراة، حمدي فتحي النجم القادم من القلعة الأهلوية الحمراء، النجم القادم من ملك ملوك إفريقيا من النادي الأهلي حمدي فتحي. وبالتالي الوكرة لم يعد يعني فقط يحظى بدعم جماهيره، بل أن الأهلوية أكيد دعما لحمدي فتحي، سيعازرون سيقفون مع نادي الوكرة وسيشجعون، حتى أن يعني بعض الجماهير الموجودة من جماهير النادي الأهلي من الجماهير المصرية التي تتواجد في ملعب المباراة هنا في استاد الجنوب. يعني هو حمدي استقبل استقبال طيب بثقة، وأدى مباراة معقولة. يعني الجالية الأهلوية اللي موجودة رابطة الأهلي في كل دولة هيحسوا بقى، هينجحوا أي لاعب رايح، هيحسوا يعني إيه لعيب من النادي الأهلي يكون موجود مع أي نادي في الخليج. ده كلام مهم جدا. الأهلي ما وصلش إلى ما وصل إليه الآن من نجاحات واقتصاد قوي ومكانة كبيرة إلا لأن طوال تاريخ النادي العريق أضاءته الكثير